نيهال؟ فيكي؟ مهك؟ شو وين لائحة الأكل يلي صممتيها أنت؟ إيه؟ ماشي. إيه مهك؟ وقعت مني بطاقة الائتمان. على الأغلب لما كانت أنجلي موجودة هون وقعت. بتصل فيكي لما لاقيها. أكيد في شي غلط، رح أتصل هلأ بنيهال. أعطيني بطاقتي. شكراً كتير لإلك. ألو، إيه أختي، إجينا ناخد البطاقة. منيح إنه الشرطة ما انتبهت عليها. ألو نيهال، شو صاير؟ ألو نيهال؟ فيكي؟ ألو؟ ما هيك؟ وينو شوريا؟ أنت بتعرفي شي؟ أنا رح أقول له يحاكيك. ماشي. نيهال، شو عم يصير؟ نيهال؟ ألو نيهال؟ أنت ليش ما عم تردي علي؟ خلوني رهينة عندهم، جابوني لهون إجباري عني وعذبوني كتير. أنا قلت لك هالشي. ألو حضرتك فيكي، نحن لقينا بطاقتك الائتمانية بمكتبك القديم. لا لا، انت ما فيك تروح. انا متأكد انه ما بقى فيني عيش معك ابدا. انت غلطت كتير مهيك، يعني مو معقول تخطفي بنت حماكي بس منشان تقدري تثبتي رأيك السيء فيها. شوري أنا بعترف إني غلطانة، أنت ما بتعرف شو اللي خلاني إني أعمل هيك. بكفي، أنا خلص كرهتك هلا. أنت وحدة كذابة ومنافقة، خلص ما عاد بدي أشوف وشك. وقف، أنا عم قلك إنه أنت ما رح تروح، أنا اللي رح روح. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.